صوت الشباب، شباب الثورة، صوت الشباب. أعزائي المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم وحلقة جديدة من برنامج ملفات ساخنة. كل سنة ومصر بخير بمرور عام على ثورة مصر العظيمة، وأتمنى يا رب أن 25 يناير يمر على شعب مصر كله بخير، بدون شغب، بدون بلطجة، ويا رب كلنا نوصل سليمين. برنامجنا النهاردة سخن جدا، في حلقة سخنة قوي قوي قوي. أتمنى ان تتابعونا لانها هتهم كل مصر وتهم كل شعب مصر، لان فيها كلام كتير وكلام جميل. ضيوف النهارده اللي نقدر نرحب بيهم الاستاذ محمد توفيق، رئيس مجلس اداره شركه الجري، والمهندس جيف ماكلين الانجليزي الجنسيه وشريك ومدير للشركه. اهلا بكم. اهلا وسهلا. اهلا بك استاذ محمد توفيق، ويلكم مستر جيف. اهلا بكم. هلا. قبل ما هبدا الاسئله، بس في حته هتكلم فيها قبل الفصل الاعلاني، وهي جات لنا شكوى من شركه الزراعه في الشرقيه. للاسف اذا فرع كتير عندنا النهارده، رئيس الشركه واخد موافقات من جميع المسؤولين ومن الوزير، يا ريت حتى مخرجنا يجيبها لنا على الشاشه، واخد موافقات بتثبيت العمالة، وده قانون مصر حطته كلها، ورئيس الوزراء حطه، ان كل الناس اللي بمؤقت وغير مؤقت بيتم تثبيتهم في الشركة. وهدي على الهواء كل الموافقات، ومن الجهاز المركزي ومن كل المسؤولين ماضيين بتثبيت العمالة. للأسف رئيس الشركة لغاية النهاردة ما ثبتش الناس دي. عايز أعرف السبب. إذا كنت أنت خايف تمضي روح، إحنا في وقت مش محتاجين فيه إن أنت خايف تمضي، وإن أنا خايف أعين، وإن أنا خايف أثبت. أنت معاك قرار وزاري، ومعاك موافقة من جميع الجهات المسؤولة، أنت مش عايز تنفذ ليه؟ مش عايز تنفذ يا أخي، وخايف روح، في غيرك اللي يجي ينفذ، وإحنا هنتابع من خلال برنامج ملفات ساخنة. ثبت ولا ما ثبتش؟ لأنه هنوصل رئيس الوزراء، هنوصل. وإذا كنت أنت مش عايز تشتغل، احنا نعرف نتكلم ازاي نوصل المسؤولين، يا اما تروح. ان النهارده عايزين الناس اللي تشتغل وتمسك تكون ناس خايفه على مصر، مش عايزه شغل. الناس دي هددوا وقالوا لو ما ثبتناش هنروح نعتصم، احنا ناقصين، يبقى انت السبب في اعتصام الناس. احنا بنقول يا رب مصر بخير ومصر تمشي، انت عايز ايه بالظبط؟ وانا بقولها هنتابع. ويا رئيس شركه الزراعه في الشرقيه، فوق لنفسك وفوق لشغلك. الناس دي موظفين غلابة، ادوهم حقهم عشان ربنا يديك حقك، وإلا انت حر في اللي ممكن يحصل بعد كده. أتمنى ان يرجع لعقله ويثبت الناس دي، واحنا هنتابع ان شاء الله. هنشوف فصل اعلاني ونرجع لكم تاني. اتليه ندى 1 وندى 2 لصاحبته فاطمة الضفراوي بمول الضفراوي، 1 ميدان النعام شارع متحف المطرية، الدور التاني، تليفون 010-313-4779. يقدم أرقى الموديلات لفساتين الزفاف العالمية، وأرقى الموديلات لفساتين الخطوبة والسواري بجميع ألوانها. زوروا أتيليه ندى، تجدوا فيه أحسن الموديلات وأرقى التفصيلات العالمية. كوافير سارة بمول الضفراوي، 1 ميدان النعام شارع متحف المطرية، الدور الثاني، تليفون 012-75-45-4.
4887. تقوم بتجهيز العرائس المحجبات. من اكسسوار وميك اب ولف طرح وتركيب رموش وتركيب اظافر وحمام مغربي وصبغه وماسكات للوجه ومانيكير وباديكير ورسم حنة. فعلا كوافير سارة يقدم العروسة. رجعنا لكم تاني. ايه يا اميره عندك ايه احسن خبر عندك النهارده؟ والله الحوادث بتنشر اكبر عمليه سطو في القاهره. 10 مسلحين يسطوا على عربه القمامه ويستولون على اكبر محتويات فيها، ولقد قامت الشرطه بالقاء القبض عليهم قبل تهريبها للخارج خارج الدوله. فهل يا ترى ده خبر ولا تعليق على موضوع النهارده؟ على فكره الخبر ده هتسمعوه إذا كان حقيقة ولا مش حقيقة من ضيوفنا الكرام. أول سؤال عندك إيه؟ أستاذ محمد، عايزة أسأل مستر جيف، المخلفات الزراعية وكيفية تحويلها إلى بنزين عضوي اللي هو الإيثانول، وما هي المخلفات الزراعية؟ She asked about the agriculture wastes and how we can change it into ethanol. First of all, I'd like to explain Mohammed Tawfiq is my partner in GRI, and later on you will explain GRI in more detail, otherwise I'll be here all day. هو شريكي في الشركة، يعني هو عايز يشرح بعد كده بديتيلز أكتر بتفصيل أكتر إيه الموضوع اللي حكيته. I'm involved in Genesis, which is a process that takes waste, which is cellulose biodegradable material. هو التدخل بتاعه اكتر حاجه في العمليه التكنولوجي اللي اسمه جينيسيس، اللي هو بيحول الحاجات الزراعيه او الالياس اللوز المخلفات فيها سكر ما فيها سكر ان هو بيحولها. And essentially this material converts it essentially to fuel grade ethanol. بعد كده دي بتتغير بيغيرها من بدل ما هي مخلفات زراعيه الى بنزين عضوي اللي هو الايثانول. يعني المخلفات الزراعيه بتتحول لبنزين عضوي. أيوة. المخلفات الزراعيه ايه هي؟ It's a substitute for fossil fuels effectively. خليني بس عشان احاول لغايه ما يخلص وانا اقول. And from information given earlier, I was given to understand there's 22 million tons of agricultural waste left, nothing being done with it, essentially burnt or left lying around. هو معلوماته ان في 22 مليون طن من المخلفات الزراعيه يا بيسيبوها موجوده كده يا اما بيحرقوها. والناحيتين غلط. If this was converted to the fuel grade ethanol, it would divert into 6.6 billion liters of fuel grade ethanol. إذا كان دي ممكن نحولها أو استخدمنا التكنولوجيا بتاعتنا نحولها، ممكن نحولها لحوالي 6.6 مليار لتر من البنزين العضوي. I understand that I think there's 400 million rats are at the moment eating at this waste material. هو بمعلوماته ان في حوالي 400 مليون من القوارض اللي هي الفئران الكبيره بتاكل من الماتيريال. 400 مليون في مصر. يعني الفار عبء على مصر. طبعا عبء، لان على ما اعتقد الفار بياكل نص كيلو بسبب المخلفات الزراعيه. المخلفات الزراعيه ومن المحاصيل الزراعيه برضه. If this carries on obviously it will become to epidemic. ده هيمثل ان هم بيتكاثروا بسرعه، هيمثل مشكله كبيره جدا مش هنقدر نعالجها في المستقبل. What our company sees that this potential liability can be changed to an asset. يعني انتوا عندكم مشاكل والالتزام ان انتوا تغيروا المشكله دي بدل ما هي مشكله ان هي تبقى حاجه الدوله تستفيد بيها. What we'd expect is the ethanol to be exported.
احنا الاثنول عشان just one minute explain that. الاثنول مش هيقدر شغاله في عربيات في مصر، لان العربيات في مصر غير مجهزه انها تشتغل بالبنزين العضوي، انما في اوروبا بتشتغل بالبنزين العضوي، فهنصدره بره البلد. Be exported to Europe or China where it is. اوروبا يا الصين. The increase in demand for ethanol in Europe has been when it is mixed with petrol to 5% at the moment. The demand is now going to change to 10% in the next 5 years. يعني في اوروبا الاثنول كان بيخلط ب 5%، دلوقتي اتغير ل 10، فالزياده هم طالبين دايما اثنول وطالبينه باسعار كويسه. The other thing that with ethanol you can either use it as a fuel or we can change it to butanol which is an aviation fuel. الكويس ان هو ممكن الاثنول تستعمله كبنزين للعربيات او ممكن تستخدمه تعمله حاجه تانية اللي هي بتستخدم في الطيران، ان انت تحطه في الطيارات. The Genesis technology is based on weak acid hydrolysis. يعني هو بيستخدم النوع من انواع الهيدروليسيس اللي هو بيكسر السكر على ما اعتقد، ده المقصود باحماض، نوع من انواع الاحماض. The weak acid reacts with the cellulose and converts those cellulose into sugars which are then fermented and then changed into ethanol. الاول هم طبعا التكنولوجيا بيزود نوع من انواع الاحماض الخفيفه اللي هي بتحول السيلولوز اللي هو طالع من الويست بتاع الاجريكلتشر ده او قمامه الزراعه يحول سكر، وبعد كده السكر بيتحول لبن. All cellulose have water in them. Some have 40% water, some have 20% water. It all depends obviously on the material. If it's straw then it's 80% solid, 20% water. If it is tomatoes or any others, they're much higher in water. Genesis process is but because it is circulated a number of times, اكتر كميه اكتر من البنزين يعالجوها بالميه. يعني هي بتبقى داخله في الميه، وهنشوف ده لسه بعد شويه على فيديو كده صغير، كليب صغير نشرح ان هو بيشتغل ازاي. How it work. Ethanol when it was first produced 200 years ago was used by Henry Ford in cars. So it's just giving the history history. Ethanol was used in cars 200 years ago. الاثنول ده استعمل من حوالي 200 سنه قبل كده. So what we should do now is if we show maybe the general video of the Genesis process, then we can explain. And I'm sorry it is in English, not we haven't got one in Arabic. All right. هيورينا الجينيسيس بروسيس دلوقتي، يا ريت على الفيديو. طب يعني قبل ما هنشوف التقرير، حضرتك قلت ان في 22 مليون طن مخلفات. ايوه. مظبوط؟ ازاي هنوصل لفلوس للدولة؟ ازاي احنا قعدنا مع ناس مسؤولين وشرحنا ليهم ازاي احنا هناخد، هم يوصلوا لنا لغايه عندنا ال 22 مليون طن دول، هنحولهم لبترول واحنا هنبيعه بمعرفتنا. يعني الدوله مش محتاجه انها تبيعه، بس ده هنبيعه باسم الدوله. يعني حضرتك اللي هتجيب المشتري. المشتري. والمشتري موجود. يعني السلعه دي سلعه مطلوبه بشكل غير عادي في اوروبا. بس هما بيعملوها من المحاصيل الزراعيه، يعني بدل ما بيرمي القمح في المحيط الزايد عنده يحولوه دلوقتي البترول، بدل ما في بعض المحصولات الزراعيه يحولوها البترول العضوي. احنا ما بنحولهاش من الحاجات اللي هي البني ادم بياكلها عشان حرام، بنحولها من الحاجات اللي فايضه من
الحصاد الزراعية اللي هي السلوزي. التكنولوجي بتاعه أحسن من التكنولوجيا حاليا بتحول القمح والحاجات اللي هي ممكن البني آدم ياكلها هو أحوى بيه البنزين العضوي. البنزين العضوي صعب استعماله في مصر, فاحنا لازم هنبعته بره مصر. مصر بتدعم البنزين بفلوس كتيرة جدا. احنا أقل ما فيها هنصدر اللتر الواحد بحوالي 7 جنيه. طب ال 22 مليون طن يعملوا الدخل لمصر قد ايه؟ يعملوا الدخل لمصر بعد مكسبنا احنا صافي لمصر حوالي 25 مليار جنيه مصري تقريبا. يعني 25 مليار في السنه. يعني النهارده قشر الرز اللي السحابه السوداء وخنقانه وخنقه مصر كلها, ونقول يا ناس ارحمونا ويقولوا في توقيع عقوبه على المزارعين اللي هم بيحرقوا قشر الرز والى اخره, كل ده ممكن يدخل لمصر المبلغ ده والمسؤولين نايمين؟ هم مش نايمين, هم دي تكنولوجيا جديدة. تكنولوجيا جديدة. وهم طبعا في ناس عايزة تشغلها بس روتين صعب, يعني بيقعدوا معانا بيبقوا عايزين يعملوا حاجة انما ساعة التنفيذ مفيش, ما بتلاقيش حاجة, هو ده يبقى نايمين. وهم يعني هي العملية يعني في يعني بيقول لك الألف ميل بدايتهم خطوة. عايزين نفعل بقى يعني عايزين نفعل اللي احنا بنقوله ده. احنا طبعا مش هنبتدي ناخد 22 مليون طن مره واحده, احنا هنبتدي بكميه قليله ونوري الناس انها بتشتغل ازاي, لان دي حاجة عايزين نشوفها وتشرحها لنا. يا ريت مخرجنا اشرف والاستاذ رافت ورونا التقرير اللي هو من غير صوت عشان يشرح لنا الاستاذ محمد علي. التقرير ده عباره عن ان انت بتحط البايب اللي انت شايفها دي بتنزل على بعد 610 متر تحت الارض, وبنستخدم ضغط الارض والحراره الشديده, وبنحط تحت بقى ما توصل القمامه اللي تحت خالص زي ما انت شايف كده بيحط عليها الويك اسيد او الـ 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 الاحماض اللي بيتكلم عليها, بتتحول لسكر وبتطلع من ماسوره ثانيه او من مكان ثاني على ماده سائله اللي هي السكر. السكر ده بيعمل له عمليه تخمير عادي جدا زي ما بتعمل البيره بالظبط. تاني من انبوبه ثانيه, وبتخش بعد كده على معمل البرور العادي ده زي بتاع البيره بالظبط, على مطاحن على اسطوانات كبيره, وبتحط لها خميره بيره وشويه حاجات بتحول لبنزين. وعمليه في منتهى البساطه, يعني هو بيعملها من حاجه انت بترميها بس, دي عشان مواد اورجانيك ومواد عضويه كلها ربنا عاملها, ممكن تستخدم السكر اللي فيها انك تحوله لبنزين. طب هل حصل ان قعدتوا مع وزير البترول او طبعا وكان رايه ايه؟ طبعا رايه المهتم, بس هي العمليه دلوقتي هو كله خايف يمضي بيقول, بس ما اعرفش خايفين يمضوا ليه, يعني دي تكنولوجيا فريده من نوعها. يعني ايه؟ يعني تامره كل واحد خايف يمضي, مش عارفه في ايه, هي اصحاب ايد المرتهشه ولا ايه بالظبط؟ احنا عايزين ننجز وعايزين نعمل حاجه. انا بقول حتى لو عملت قرار غلط عليا لمصلحه مصر هعمله. عملت بالامر المباشر وعارف انه غلط, لكن لمصلحه مصر هعمله. هدخل السجن عشان مصلحه مصر هنعملها. في ناس بتموت عشان مصلحه مصر. النهارده انا اخاف امضي لمصلحه مصر؟ اما هم بيخافوا يمضي لمصلحه مصر ويقول لك فيهم احنا بنعمل مناقصات. هو كل ما في حد بيزني بيقول لك انا بعمل مناقصات. احنا مش عايزين نسبب اسباب, وبعد كده المناقصات بتنتج على لا شيء بنسبه قمامه. وده الموضوع اللي هي لسه الاستاذه اميره متكلمه عنه, اللي هو بتاع سرقه القمامه ده. الخبر اللي هو النوعيه من العقول اللي الواحد بيتعامل معاها لما بيقعد. يعني برضو هنقول ايه سر الخبر اللي قالته اميره؟ يا ريت, هل ده حقيقه؟ عشان الناس كلها قاعده مستنيه وقت تفسر بقى الموضوع ايه السرقه وايه الخبر ايه بالظبط. الموضوع ده بيبتدي ان احنا قابلنا محافظ الاسكندريه انا وجيف وناس تانية, على اساس ان هو كان عنده شركه بتاعه قمامه بتجمع القمامه وبتتخلص منها والشركه دي مشت, وجاب بعد كده تدعي نفسها نهضه مصر. ما اعرفش اذا نهضه مصر كلها محافظ مفيد جدا التكنولوجيا بتاعنا اللي قالكم بعد شويه اللي هي نخص فيها قمامه في ثلاث انواع الموضوع اللي هو بتاع الزراعه. في قمامه اللي بتخرم البيوت ودي اسمها القمامة الصلبة, وفي قمامة تخرج من المستشفيات اسمها قمامة خطرة, قمامة المصانع اسمها قمامة خطرة, وفي قمامة اللي هي بتاعت الهدم.
دي ملهاش تكنولوجيا عندنا، بس لها تكنولوجيا ان انت ممكن ترصفي بيها الشوارع او ترصفي بس الشوارع. كلها في استفاده يعني، كلها في استفاده. بس بتاعت الهدم ما فيهاش اي نوع من انواع الفايده. وبرضه حتى القمامه اللي هي موجوده في الشارع ما تعتبرش ماده اوليه، يعني ما هيش حاجه ذات قيمه. ليه؟ انا عشان انا التكنولوجيا بتاعتي بتحول القمامه بتاعت المستشفيات والقمامه بتاعت المصانع والقمامه بتاعت البيوت الكهرباء. انا بحرق القمامه دي بالتسخين بالكهرباء. بس انا عايز برضو قبل ما نخش في الموضوع، انا عايز الخبر والمواقف كبير. ما هو لازم انا هشرح لك الحته دي الاول. ان انا بحولها الكهرباء، بس انا ما بستخدمش القمامه ان انا احولها الكهرباء. عايز هي انا بحرق القمامه وبتكلفني فلوس كتير جدا حرقها على درجه حراره 2000 عشان احولها الكهرباء. فالسيد المحافظ طلب مني ان اروح اقعد مع رئيس مجلس اداره شركه نهضه مصر يدعى الاستاذ محمد علي. استاذ محمد علي. اللي حصل بقى اول ما قعدت معاه صراحه من قبل ما نتكلم، قال لي انا بجيبها لك من الاخر. قال لي احنا اهو بنعمل كراسه شروط، لان هنعمل مزايده على ايه؟ على الزباله بتاعتنا. عايزين نستسمع بقى المزايدة. اللي هيشتريها اللي هيدفع اكتر هو اللي هياخدها، هيلوز بيها. واحنا جايين لنا كذا عرض من كذا حته، وزعق الراجل تماما ليا، جاي لي كذا عرض من كذا حته. قلت له ربنا يوفقك، انت حليت مشكله العالم كله، ولو عايز نجيب لك قمامه من بقيه العالم اجيب لك وبسعر رخيص جدا، ام انت شاطر هتعرف تبيعها كده؟ انا قلت له انا خايف بس يكون حد قال لك ده في ناس عرضوا عليه الشركه ب 600 مليون ومصر هتخش بالنص، بس احنا ما نقدرش نخش معاهم رغم ان لازم نقيم قيمه القمامه بتاعتنا قد ايه الاول. عايز تخش المزايده ولا لا؟ قلت له ما اقدرش ادفع فلوس على القمامه، احنا بناخد فلوس عشان نعمل القمامه وهتشتري مننا الكهرباء. بس للاسف هي اللي بيحصل ايه اللي انا حاسه، هو الاستاذ محمد علي دعوه المشرف القمامه غير بقاله شهر. انت اظن يعني فوجعت في فوجعت ايه ده يعني النهارده هو يعني عايز يعني انا النهارده هيدا عن الزباله بتاعتي؟ لا ما هو هيبيع، ما هو هيبيع مفروض يبقى انا النهارده عشان اطلع الزباله. طب انا عايز فلوس حق الزباله بتاعتي، او انا ابيع اللي ورايا واللي قدامي واشتري زباله اخزنها فيها. طب دلوقتي لو واحد اسف للتعبير، الناس اللي هم الزبالين اللي بعربيه وحمار وقام جاي على زباله سارقها، هيتقبض عليه؟ المفروض اختلاس من الدوله طبعا. هيبقى في يعني ممكن من خلال الخبر ان المستقبل اللي جاي هنلاقي منشتات كده القبض على بتاع عشان سارق الزباله، على سارق القمامه في تم سطوة على عربيه. طب افرض النهارده ما اتباعتش، ما هو مش هتباع، هتروح فين الزباله؟ ما هي مش هتخبطها هتحطها في الثلاجه بقى في كيس بالكاتشب والمايونيز عشان ابيعها في السوق السوداء؟ طبعا. ما وبعدين هيبقى في فرق بين سعر الزباله اللايت الفريش والزباله المتخزنه فهو مساله ان هم جايبين واحد، مع كل احترامي ليه يمكن له خبرات في حاجات تانية، بس هو ادعى فعلا الواحد يعني انه يضحك من الموقف نفسه. فهو ما وزاره البيئه، خلي حد من وزاره البيئه يقول الزباله لها قيمه. وبعدين هو طب بيصرفوا عليها في القاهره بيصرفوا 477 مليون جنيه عليها. طب ازاي بندفع عشان للشركات الاجنبيه فلوس عشان يشيلوا الزباله؟ ما نبيعها. طب ما نبيعها. وفي اشاعه طالعه ان احنا هنبيعها للصين والهند، والصين والهند بيضربوا بعض عليها وهتحصل حرب نوويه على زباله مصر. ده الصين والهند عندهم قمامه وعندهم مشكله اكتر مننا. يعني انا مش بهزر معاك، عندهم مشكله. مش كده، ده انت لو هو يعني الراجل ده يعني هيقدر يبيع قمامه زي ما يقول، ده انا اجيب له من كل دول العالم، بس انا بيتهيألي مصر فيها كفايه. هو عايز يخزنها يعني؟ ما انا مش عارف هو عايز ايه. وبعدين ده بيعمل كراسه شروط على مزايده. يعني ده لسه قدامه كمان 3 سنين قبل ما اكتشف ان هو ماشي غلط. طب هي اللي يمشي ويجيبه غيره، هي البلد متحمله نوع السنين، بعد 3 سنين يعني هيجيب واحد جديد يعني. هيقول لك ان ولا اسوق احسن وهيبيعها بسعر احسن، واللي قبليه ما نجحش وهينجح، واحنا نتوه احنا في وسط القمامه والزباله، احنا نموت في وسط القمامه دي. اول حاجه عشان خاطر انت تبني مجتمع سليم لازم تنظف الشوارع وتخلي البني ادم عايش في جو نظيف وخالي من القمامه. ما هو ما تجيش على حد فاهم فاكر وعارف عنده فكر ازاي تبتدي منين. يا جماعه ده احنا بيجي لنا السرطانات، سبب السرطانات في البلد القمامه. العمال في بتوع القمامه نسبه الأمراض كلهم عندهم للاسف جميع بتوع عمال القمامه عندهم فيروس سي. كلهم بلا استثناء. نسبه عاليه جدا. انا على ما اعتقد 99% منهم، وما اعرفش ازاي حتى لو 1% ازاي هرب منه. ليه؟ الناس دي بتتعامل مع القمامه بدون حرفه. هو بيكسب منها. بيكسب ايه؟ بيطلع الكرتون والورق
وبيبيعوا بيبيعوا كان زمان بيبيعوا وبيصدروا للهند. طب الكرتون ده اكيد مسرطن. اه طبعا. طب الكرتون مش بيدخل بيدخل في شغل كتير خارجي؟ مش بيصنع ويتعمل منه اطباق؟ اه ما هو بره بيعملوه كرتون، هنا في محلات الاطعمه والاغذيه التكوي. يعني كل الاطباق اللي معموله في محلات الاطعمه التكوي اغلبيتها يعني مسرطنه. طب الشعب ده يروح فين؟ ما هو للاسف هو مفيش ما يعني الرقابه على الحاجات دي اتعدمت في مصر. او مش اتعدمت، مطنشين او مش عارفين. نقول مش عارفين لا بس نعرف الناس عارفين. لا لا وزاره البيئه عارفه. بص انا قعدت مع عقليات في وزاره البيئه فاهمه كل حاجه. انا بقالي في الموضوع ده هو حوالي سنتين ونص مع وزاره البيئه، وفي عقليات غير عاديه وفاهمه هما بيعملوا ايه. كون ان هما بيسيبوا الموضوع ده وسايبينه انا مع كل احترامي ليهم، يا اما في حاجه غلط. احنا طب في ناس بيسكو ناس بتجيب الحقن وبتحولها أيوة لبلاستيك بتتعمل تاني بتعمل بيها ايه، وبيعملوها لعب اطفال للاطفال تحطها بقها وخدوا 15 سنه سجن. يعني في ناس شغلت وفاهمه هم بيعملوا ايه. دلوقتي مش شايفين قضايا بتتعمل للناس دي، يعني مصالح خاصه على حساب البلد حساب الناس. مصالح خاصه. وفي مصانع كرتون يعني انا بدون ذكر اسامي كل شغلها انها بتاخد من الزبالين حاليا بياخدوا بسعر احسن من الهند اللي هي الكرتون والورق، وبيحولوه للكوبايات والاطباق اللي انتوا بتاكلوا فيها في المحلات الجاهزه. اللي هي الناس تعمل ايه؟ نقول ايه؟ تقول لنا اسماء مفيش مشكله؟ لا ما بدون ذكر اسماء بس هي محلات كلها بس هي ظاهره محلات مشهوره. ظاهره واضحه جدا وكل يوم بنتعرف اللي هي الكوبايات والبيبسي والحاجات الاطباق الورق والكرتون اللي بيتحط فيها الحاجات كل ده بيتعمل من مخلفات القمامه ولعب الاطفال اللي هي والناس والناس بتكسب مكاسب هائله منها لان بيجي اغلى الزباله الشعب يكسبوا الشعب يموت والشعب يموت او يتسرطن ما فيش مشاكل عندهم وهم عشان كده السرطان وللاسف في الكلام اللي بقول لك عليه في دكاتره اصحاب مصانع وفاهمين الكلام ده وبرضه بيتاجروا فيها. يعني هي المساله المكسب ولا يهمه مصلحه الشعب. يبقى احنا التجاره في الضمير. يا ريت الاستاذ رأفت والاستاذ اشرف حضروا لنا التقرير اللي هو بتاع ازاي اللي هو اللي بصوت عشان نشوف ازاي حرق وكده. بس قبل ما نقابلنه انا عايز اقول لسعادتك عشان نشرحه. ايه اللي هنشرحه؟ التكنولوجيا ان انت تتخلص من القمامه في كذا طريقه. في اللي بيصنف القمامه زي ما اللي هم الزبالين بيعملوه عندنا وبياخد الورق وبياخد البلاستيك وبياخد الازاز وبياخد الميتال اللي هي المعادن. وفي بعد كده نظام تاني الحرق الحريق العادي. الحريق العادي ده هو بيجيب فرن برضو غلط في الشركه الحريق العادي زي ما انت مثلا الفرق بين الحريق عندنا والحريق العادي ان انت بتحرق في الهواء وبتحرق جوه مفاعل. انا بحرق جوه مفاعل زي المفاعل النووي. هل ممكن تعمل تقول الكهرباء النوويه في الهواء الطلق؟ ما تقدرش. لا طبعا. نفس القصه عندنا، احنا معتبرين ان القمامه خطره زي النووي بالظبط، فبنعملها جوه بفعل. عشان كده التكنولوجيا بتاعتنا غاليه ومكلفه انما ممكن نكسب منها وممكن محافظات تكسب منها. احنا بنعمل ايه؟ احنا يعني اول حاجه انت لازم تتخلص من القمامه 100% وبشكل امن. هي كده انت الطريقه دي امنه جدا. يعني انت البيئه اولا. القوانين في اوروبا بتقول لك لو في مدخنه بتاعت قمامه بتتحرق مفيش زراعه ولا حد ياكل على بعد 100 كيلو متر منها. على بعد كيلو 100 كيلو. ده القانون. يعني عشان يأمنوا شبه. يعني لو هنا يبقى لازم السكان في المنصوره. برافو عليك. صح نفس المسافه. شوف بقى انت هنا بتحرق الزباله في وسط جنب البيت. جنب البيت اخر الشارع. كل ده سموم. يعني انا عايز اشرحها لك. السموم اللي طالعه ما حدش يعرفها ايه؟ يا ريت تقول لنا. ما حدش يعرفها ولا الكمبيوتر يقدر يعرفها. طب ندي لهم فكر ايه الضرر الجامد ده؟ انها بتسبب السرطان. و5% من دخل الدوله خارج على معالجه المخلفات القمامه والامراض اللي بتيجي من القمامه. يعني خراب 5% موت وخراب ديار. اللي احنا بنعمله ببساطه انا ما بحرقش في هواء ما عنديش مدخله طلع. ثانيا انا بستفيد من القمامه استفاده كامله ان انا باخدها بحرقها. انا ما بصنفش، ما باخدش الورق لوحده، ما باخدش بتاخد كله.
انا باخد كله وهتشوف التكنولوجيا اللي عندي. باخده كله برميه، هو مترجم، هو اربع خمس دقائق الفيديو اللي هنعمله، بس مفيد جدا وفي ناس اتفرجت عليه كانت مسؤوله طبعا، ونفس وعندي تقرير البيئه ان ده احسن تكنولوجيا في العالم. ومع ذلك شركه نهضه مصر اكتشفت ان هم هيقدروا يبيعوا القمامه. ازاي؟ ما اعرفش يعني انا معرفش. اتعمل لها اعلان في الجرايد؟ هيعمل هينزل المفروض هينزل مزايده في الجرايد. والله الراجل بيتكلم جد. الراجل ده والله بيتكلم جد. مش عايز اقول تهريج يعني. انا اول فاكر كنت قلت له بتتكلم جد؟ قال لي بتكلم جد. يعني انا في الاخر في اللحظه كده اسكت، مش هتعرف تتكلم. قلت له يعني انت حظ، يعني حظ كويس ليك، هرجع لك بعد ثلاث سنين قول لي بعت قد ايه. ما هو رد على الرد يعني ايه؟ وبعدين ما تنساش انت القمامه اللي بتروح له هي قمامه القمامه. بعد يعني ما بعد ما بيفرزها للزبالين، بعد ما الزبال يعني بياخد منها حاجة. البلاستيك والعظم الفرخة بياخده، اللي بياخد منها الازاز، بياخد منها البلاستيك، يعني ما فيهاش حاجه فاضله. كويس. فهو بيفضل له 4000 ونص طن في اسكندريه و5000 طن في مصر، في القاهره. فانت متخيله كميه القمامه دي وما لهاش علاج. علاجها الوحيد الحرق، يا اما تحرقي وتسبب سرطان التكنولوجيا بقى، يا اما تحرقي بالتكنولوجيا بتاعتها. هنحرق بدور هو بالطريقه العاديه هتموتنا. احنا عندنا تكنولوجيا كويسه جدا. التكنولوجيا بتاعتنا احنا بنحرق على درجه 2000، فحتى لو عندك الحاجات اللي هي المخلفات بتاعت المصانع والمخلفات بتاعت المستشفيات، مفيش اي امراض بتتخلع عندنا لان احنا بنحرق على درجه 2000. بنحاول اول القمامه والفحم، وهنشوف الكلام ده عندنا. وبيبقى عندنا بنخلص تماما من القمامه، بتتحول لغاز. الغاز ده بننقيه وبيبقى زي الغاز الطبيعي، بندخله على التوربينات مراحل. بس القمامه مش هي المواد الاوليه بتاعتنا، المواد الاوليه بتاعتنا الكهرباء والغاز. انت بتضيف ليها يعني الكهرباء اللي احنا بننتجها والغاز اللي احنا بننتجه. يعني انا لو ما عنديش القمامه هنتج قد الكهرباء دي 5-6 مرات. فهي بالنسبه لي عبء، زي ما بالنسبه للحكومه عبء. فلو الحكومه فهمت، يعني الحكومه فاهمه ان دي مواد اوليه وصراحه مش اساسيه، لا دي هي ماده احنا بنخلص منها وبنحاول نستفيد منها. ازاي نستفيد منها؟ ان احنا بدل ما بنحرقها للهواء بنحاول ان احنا نخلصها، الحاجات اللي فيها ان احنا نستخلصها. ودي يعني حاجه، يعني انت ما تقدرش مثلا تجيب دكتور بقى له 20 سنه 30 سنه بيتعلم في حياته وبيجي يكشف عليك تقول له الله انت عملت كده بايدك عايزك 100 جنيه ما تنفعش الكلام ده. انت دي تكنولوجيا، التكنولوجيا دي بتكلف فلوس عشان خاطر تعملها. انا من الفرن ممكن مصر تنفذه، الفرن العادي ومدخنه على بعد مثلا 20 متر في الهواء، انما لسه مضر ومش هتديك كهرباء وهتكلف اكتر وضررها يجوز اعلى، وهيفضل 40% من القمامه موجود مش هتعرف تتخلص منها. لا عادي، لا يا نادر، لازم تدفنه على بعد 50 متر، واحنا التكنولوجيا دي بالنسبه لنا مكلفه جدا. احنا بنسيبها محروقه على فوق الهواء، ما لهمش دعوه كده بتطير، ما لهمش دعوه بالموضوع. طيب هنشوف التقرير كده، يا ريت توريه لنا استاذ اشرف. More than 500,000 different compounds form in the combustion chamber of a refuse incineration plant. Even computers can't simulate their chemical reactions. It's absolutely impossible to determine the composition of the flue gases. The majority of the substances emitted is not known, either qualitatively or quantitatively. After incineration, approximately 40% of the refuse to be disposed of remains in the form of ash, slag, and highly toxic dust. Major technical resources are required to dispose of this residual waste. From waste materials, Thermoselect recovers synthesis gas, mineral substances, and metals. Using the Thermoselect process, emissions remain significantly below all statutory threshold limits.
Tamoselect achieves this ecological advantage by combining and optimizing technologies which have proved themselves in practice over a number of decades, and by employing high temperature gasification using oxygen as a medium. The wastes to be disposed of, including industrial, household and hazardous wastes, as well as sludges and industrial scrap, are mechanically compacted without pre-treatment to a fraction of their original volume. The acted waste is formed in gas-tight plugs and pressed into the degasification tunnel. Here, in the absence of air and under pressure and heat, organic matter is degasified and converted into carbon. Inorganic substances, such as metals and minerals, are encased in the carbon. Together with the carbon, they're fed into a high-temperature reactor. Oxygen is added in measured quantities, and at temperatures of up to 2,000 degrees Celsius, the carbon is gasified. Chlorinated hydrocarbons are safely destroyed. Metallic and mineral constituents are liquefied. As opposed to conventional refuse incineration, the Tamoselect process homogeneously binds harmful substances into the liquefied metallic and mineral constituents. By shock cooling the synthesis gas, Tamoselect eliminates de novo synthesis of dioxins and furans. A thorough cleaning process ensures that residual pollutants are absorbed or condensed. The purity of the synthesis gas corresponds to that of natural gas. In the adjacent homogenization channel, the liquefied mineral and metallic constituents are transformed at a temperature of 1600 degrees Celsius into secondary raw materials. The granulated mineral substances are used as gravel substitute in concrete. Metals are separated out and supplied to the metalworking industry. The success of any waste disposal concept is measured by its environmental impact, the quality and quantity of residual waste, and the costs involved. The Tamoselect process produces no ash, slag, or dust. It guarantees total destruction of all dioxins and furans. From waste materials, Tamoselect recovers synthesis gas, mineral substances, and metals. The synthesis gas is used to produce electricity and heat, and to chemically synthesize methanol and hydrogen for alternative drive systems. Leveling back up to 104%. Millions of years ago, in the absence of air and by the action of pressure and heat, organic matter was converted into coal. In the first half of the 20th century, coal was gasified on an industrial basis. Tamoselect has adapted the natural method of coal formation and coal gasification to develop a technical process which allows the various materials and the energy contained in refuse to be recovered and utilized. رجعنا لكم تاني، وفي سؤال مهم عندي لمستر جيف. عايز اسال المسين
كان بالنسبه للويست وان احنا ومحمد علي اللي هيبيع الزباله التلفزيون انطباعه قابلهم. طيب what is your impression about the people you met? Let's mayor of Alexandria and Muhammad Ali. Ali is the chairman of the company taking over the West. Of course, I don't speak Arabic, but from there himself, he's to be retired, only wanted to put an exam, and with the budget, maybe. بالنسبة لحفظ الدرية هو شاف ان الراجل فاهم اللي بيه وحاس انه عايز يظبط انت المشروع انا وكان معقد التكنولوجيا بتاعنا وعامله عايز يعمله. طيب قول مين يا when we to meet at Mr. Muhammad Ali. Muhammad Ali. I could tell straight away, again, I didn't understand, but there seemed to be some sort of aggression against and feeling of not wanting any help. He had sorted his own problem out, whereas we thought we were going to come there and give some sort of assistance. لكن أول ما قعد مع الأستاذ محمد علي اللي هو رئيس مجلس إدارة شركة نهضة مصر اللي هيبيع قال لك خلاص يعني قال لك أنا حسيت إن في مشكلة من أول ما قعدنا معاه إن هو حس إن هو مش محتاجنا وإن هو بعيد عن الموضوع خالص بعيد عن الموضوع مش فعشان كده فعلا قمنا ومشينا نزلنا على القاهرة على طول والمنيا صوته كمان غير مريح. هل قابلتوا محافظ المنيا؟ وقابلنا محافظ the mayor of المنيا. He was really very very enthusiastic, very helpful. The people that we met were very very enthusiastic, very helpful, realized that there is an opportunity for help. And they gave us all the assistance that we required. كل واحد في الناس اللي قابلناهم في المنيا ناس متفائلة عايزين ينفذوا الموضوع عايزين يساعدوا وهو حس ان الناس دي هنشتغل معاها. و يعني لعلمك يعني احنا حولنا النقاش مع محافظ المنيا ان احنا حاليا بيدرسوا العقود ان احنا هنمضي عقود معاهم. طب كويس جميل يعني بدايه جميله خبر حلو والراجل واخد على عاتقه صراحه السيد اللواء سراج الروبي واخد على عاتقه الموضوع من الالف للياء ان هو لازم يخلص من القوائم. الحمد لله يعني في حد بالايجاب عكس السلبي. It would be really good to work with them. It would seem that بيقول ده احسن حاجه ان احنا نشتغل مع واحد بالعقليه. مفروض الانسان فاهم المحافظين. الخبر اللي عندي بتاع المحافظين. طيب استاذ محمد استاذ محمد كل محافظ هل كل محافظ بيقوم بتنميه موارده الماليه من خلال الكهرباء وهل فعلا تم اتفاق بين المحافظين وبعضهم في الموضوع ده؟ هي انا اتحفظ على الحكايه دي شويه لان ما فيش حد بينمي موارده هل يقدروا يعني ينموا المحافظ من خلال الكهرباء مواردهم كل محافظه خاصه بيها يعني اول حاجه مصر بتنتج 22000 كيلو وات في الساعه من الكهرباء. مصر احتياجاتها فوق ال 40000 ميجا وات في الساعه. لو المحافظين في قانون هنا بيمنح اي حد الحق ان هو يبيع على طول للمستهلك من غير الرجوع للوزير؟ لا ملوش لا قانون بيقول لك ان انت بتمرر على الشبكه العامه وبتبيع وشركه الكهرباء بتاخد نسبه. نسبه بسيطه جدا يعني هي بتاخد نسبه بس. ففي مصانع مش قادره تفتح لعدم وجود كهرباء. فاي محافظ عنده نوع من انواع المصانع او بيدي ترخيص المصانع يقدر يديهم الكهرباء بدل ما هو بيجري يدور عليها من شركه الكهرباء مش قادر ياخدها. وهيديها له بسعر كويس ويمكن باقل من سعر الكهرباء وهو هيكسب واحنا هنكسب. هتكسب ويشتغل. انت هتسالني سؤال ليه ما تقدرش انت تدي على طول للمصانع؟ انا ما اقدرش ادي على المصانع على طول ليه؟ لان انا لازم اتعامل مع حكومه، انا هعمل انفستمنت كبير جدا. هحط فلوس كتيره جدا، فلازم اللي يبقى ضامن توزيع الكهرباء الحكومه. قبل ما نكمل عشان الاذان هنشوف تقرير والاذان ونرجع لكم تاني. وثوره الشباب.
رجعنا لكم تاني ومع ضيوفنا الكرام، واظن انتوا سمعتوا بنفسكم خطوره الزباله والخبر اللي احنا قلناه ان شاء الله بكره انتوا اللي هتبيعوا الزباله للحكومه حسب راي الاستاذ محمد علي اذا كان الكلام ده صحيح. ايه السؤال اللي عندك بعد كده استاذ محمد؟ عايزين نعرف منك ايه مساوئ الدفن. الدفن له مساوئ كتيره جدا. اول حاجه ان هو بيطلع نفس الاشعاعات اللي هي بتاعت الحرق واكتر كمان. لان الزباله كده كده بتولع. يعني الزباله بتولع لوحدها لان فيها غازات سامه وغازات قابله للاشتعال. اللي هي دي احنا بنستخدمها بنولد منها كهرباء. اول حاجه انت بتبوظي الارض اللي هي بتاعت المدافن. تاني حاجه بتسببي امراض في المحي اللي انت بتدفني فيه ده على مدى بعيد، على بعد 100 150 كيلو. ولو تفتكروا مدفن ابو زعبل لسه فيه 5 الاسبوع اللي فات ولا الاليوبيه في الاليوبيه دخلوا مدفن ابو زعبل وماتوا جوه الماتوا بشكل سريع. دول حظهم حلو ماتوا على طول، غير بقى الناس اللي هم حوالين المدفن. ده تخوف. يعني انت بتتكلمي على حاجه والمصيبه هم عارفين الكلام ده، يعني الكلام اللي بقوله دول بتوع البيئه عارفينه ساكتين. ده مش ساكتين، ده هم عايزينه يفضل على ما هو عليه. ليه؟ ما تسالنيش ايه المصلحه، الله اعلم. هل المصلحه ماديه ليهم؟ الله اعلم. ليه من غير اجابه؟ ليه ما تسالنيش؟ انا لغايه دلوقتي ما اعرفش ليه، لان في الدول المتقدمه ما يقدرش يعملوا كده. يا جماعه احنا مصر كانت انضف بلد في العالم. ده كارثه. احنا بقينا الزباله عندنا في كل حته في مصر، لان هم بيخافوا ياخدوها دلوقتي المدافن، لان الناس اللي في المدافن او الناس القريبه من المدافن بيقول لهم لا مش هتدفنوا هنا. الناس واقفه لهم، الناس ابتدت يبقى عندها وعي شويه. بس الحمد لله عندنا في ناس زي نهضه مصر قال لك انا هبيعها. هو اكتر هو ادرى يعني. هيبيعها ازاي؟ الله اعلم. يمكن هو عنده تكنولوجيا جديده، بس لو كان انا هطلعه على CNN يحل ازمه العالم كله. لو عنده عارف ان قيمه ماديه وحل المشكله دي نطلعه على اخبار العالم كلها. ده يبقى ده الراجل اللي اخترع الحاجه اللي تخلص مشكله اي دوله في العالم، اللي هي مشكله اي دوله في العالم. يا اما تتعاملي معاها بسرعه يا اما تتعامليش معاها. هذه ظواهر الزمن اللي احنا فيه. تاني حاجه ان هي بتسبب 5% من دخل الدوله دفن القمامه لعلاج الناس. العلاج. تالت حاجه ان هي بتبوظ المياه الجوفيه اللي تحت الارض. بتسمم الارض. الارض بتسمم يعني تحت الارض. الارض بتقعد الاف السنين عقبال ما تبقى ريكفر من القمامه. ان هي تتخلص من القمامه بالطبيعه، يعني الطبيعه بتضغط على القمامه عشان تخلصها. والمصيبه احنا ما بنتفنش، ده احنا بنحط الكمامه فوق بعضيها، فدي بتبقى انيل. دي هتاخد وقت وسنين وامراض زياده بالنسبه للشعب بتاعنا. الطف بينا يا رب. فهم لغايه الان، وبعدين مش كده، ده انت تسمعي تروح تكلمي حد يقول لك ده مضى مع فلان الفلاني. مضى خلاص المحافظ؟ طيب نقعد بقى 3 سنين قبل ما نشوف بقى، ما هو لازم الشركه تاخد وقتها. لكن ما حدش يوريك انه مضى حاجه، انما يقول لك خلاص احنا تعاقدنا والجرايد تجيب لك، يقول لك ده محامي ده تعاقد مع الشركه كذا وكذا، المحافظ فلان تعاقد مع الشركه كذا وكذا. تسمع الخبر. ايه اللي حصل؟ تعرف ايه اللي حصل؟ ما تعرفش. الله اعلم. تعاقد الشركات. تعرفيش اي حاجه عن يعني ايه اللي حصل جوه التعاقد ده، هل فعلا حصل تعاقد او ما حصلش؟ الله اعلم. بس بعد 3 سنين يجي محافظ جديد يقول لك انا تعاقدت جديد. طب امتى نعرف بقى ايه اللي بيحصل جوه عشان نعرف ايه اللي بيحصل بره؟ لان احنا ما عرفناش جوه الدنيا والعه بره. ان هو اي محافظ يمضي تعاقد لازم يطلع على الاخبار وهو بيمضي في التعاقد نفسه. طب قدام الناس. اخر سؤال عشان برنامجنا، بعد كل اللي احنا سمعناه وكل اللي اتقال ورغم كده ما تمش حاجه، ايه السبب؟ والله انا لو اعرف السبب كنت اقول على طول. كنت اقول انا ما اعرفش هل في مصلحه. خلي بالك ان في فلوس كتير جدا بتصرف على القمامه. وهل الفلوس دي يعني هل الفلوس دي في مصالح خاصه فيها ولا لا؟ احتمال يكون في مصالح خاصه عشان كده ما حدش عايز ان هو يخلص منها. يعني انا مثلا بشوف ان في شركات قمامه بيدفع لها فلوس في القاهره، ومحافظ القاهره بيدور على اللجان الشعبيه او على مؤسسات او جمعيات شعبيه واهليه هي اللي تلم القمامه، اللي هم معتمدين عليهم النهارده في لم القمامه. يعني لازم شايفه الشعب هي مصالح وخلاص. يعني الشعب بيروح يجيب حد ببلاش ويساعده تاني. وبيحمل الدوله اكتر من اعبائها ان هو يجيب ناس تانيه يجيب لهم ويقول لهم هجيب لكم كذا كذا جمعيات اهليه تشيل القمامه. ولسه الناس دي الشركات الكبيره اللي هي ما بتعملش حاجه بتاخد فلوس. طب احنا سايبينها ليه بتاخد فلوس؟
ليه دي بقى؟ ده سؤال بالمين. لكن للأسف ما زلنا محلك سر، وما زال المسؤولين خايفين يمضوا، وما زال المسؤولين كل واحد عايش في وادي، وفي الآخر كله على حساب مصر. إمتى هينصلح حال مصر؟ الثورة قامت الوضع كما الثورة ما قامتش الوضع كما هو. ما هو الحل؟ سؤال بوجهه لرئيس الوزراء جمال الجنزوري، حل عشان مصلحة مصر. في الآخر في عندنا حالة إنسانية هنشوف التقرير بيها ونرجع تاني. برنامج ملفات ساخنة يعرض لكم قضية هامة جدا، تعالوا تابعوها معانا. تعرف عليكي حاجة؟ احمد زكي، شارع عبد الله منصور، متفرع من شارع بولان عبد الرازق. عندنا عربية اتحرقت في شارع عبد الله منصور على 15,000 جنيه، ومش داخلين اي حاجة خالص، وصاحب القسط عمال يجينا كل شوية رايح جاي علينا، وبعدين ما فيش حاجة داخلنا. انا اعمل ايه وعيال صغيرين؟ عندك كم عيل حلو؟ عندي 5 عيال صغيرين جايبهم من فوق بعض، ما عرفوش اي حاجة ولا متعلمين ولا اي حاجة. وجوزك مش شغال خالص؟ لا، انا جاز عندي الكبد والسكر، جاز تعمله في المستشفى. اعمل انا ايه؟ بلغ انا اعمله الحريقة بتاعت العربية من يوم الثورة، بعد الثورة على طول، تاني يوم على طول. انا مش عارفة بقى كم قال بقى لنا كم شهر جواها، ومن ساعتها ما لقيتش من ساعتها مطلبة لقص العربية 15,000 علينا، وهيحبس الراجل عيان مش قد الحبس. ان شاء الله عشان انا فاض بيا صراحه يعني. ان شاء الله خير. لا مش هقدر اوي، ان شاء الله خير باذن الله. ان شاء الله خير. وكان معكم ياسمين صيام ببرنامج ملفات ساخنه لقناه الشباب، تابعونا في قضيه اخرى من ملفات ساخنه. رجعنا لكم تاني. اتمنى كل من يقدر يساعد يتصل بينا، علشان الناس دي فعلا في احوج الفلوس، لان انا رحت وشفت نفسي. يا اميره، نتمنى فعلا يبقى فيهم سهم. وعايزه اقول حاجه لاولادنا وشبابنا في الثوره في التحرير، طبعا بكره وبعده في ناس فيها تخوف وحاجات، بس عايزه اقول حاجه طالبه من شبابنا الواعي اللي فاهم، يعدي اليوم ده حتى لو حصل فيه اي استفزاز لاي حاجه اعديها، وما تفوت الفرصه على اللي عايزين يضيعوها علينا اليوم الجميل ده اللي هو اليوم التاريخي بالنسبة لنا. وبقول للناس اللي هم بيتفاعلوا الأحداث أو بيصنعوها، هتتعبوا وهتغلبوا، مش هتوصلوا لحاجة معانا، لأن احنا قويين جدا، ومصر هتقف على رجليها غصبا عن أي حد. بمناسبة الحلقة وانتهي الحلقة، احنا سعدة جدا بضيوفنا النهاردة. عزيز المشاهد، بعد الوقت اللي استمتعناه مع ضيوفنا مسيو جيف، ثانك يو فيري جود، يعني انا مش قادره اقول انا سعيده قد ايه بيه، وسعيده بالاستاذ محمد توفيق رئيس ومجلس اداره شركه جلوبال. وبنشكر عزيز المشاهد وبنشكركم جميعا، استمتعنا بيكم. استنونا الحلقه الجايه من ملفات ساخنه، وشكرا والى اللقاء. شكرا.